مين ورضاية والدين، وإن شاء الله بالنصر لأشقائنا في فلسطين وتحديدا في غزة المحاصرة والمناضلة والمستمرة في الكفاح من أجل تحرير أراضي الدولة الفلسطينية. خليفة، شفنا مراسلة من قلب غزة سماح أبو سمرة يعطيها الصحة، كانت أصوات الغارات إلى جانبها وقد متنا الصورة الحية وكل الأرقام والمعطيات. علمنا أنه باستشهاد صحفيين في الأراضي المحتلة وفي لبنان ربي يرحمه. حبينا نمشي إلى جانب آخر باش نمشي للقدس، وضيف من أهم الشخصيات الناشطة في المجال المدني وأيضا المناضلة من موقعها، الدكتور كامل الحسيني الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض القدس، باش يكون معنا ضيف الدنيا وما فيها. ضيف الدنيا وما فيها. دكتور كامل الحسيني، صباح الورد من تونس. كامل الحسيني، أولا ولك من القدس ألف تحية وسلام، من هنا من أولى القبلتين ومن شارة الحرمين الشريفين، من هنا من أول الحب ومن هنا وأيضا من هذا الطوفان الكبير جدا ضد هذا الاحتلال الأرعن وهذا الاحتلال الغاشم وهذا الاحتلال الذي إن شاء الله سيسقط عاجلا أم آجلا، ونحن دائما كما بقول دائما في خندق المقاومة، لأننا في أمام هذا الاحتلال لا يجوز إلا المقاومة. نعم، أنا نسقت الحقيقة مع فرع مؤسسة سيدة الأرض تونس، ومشكورين لخيان والأخت المشرفة اللي ساعدتنا في التواصل مع حضرتك، وكنت كلك استعداد لمصافحتنا في المباشر على موجات إذاعة جوهرة أفام وكذلك من خلال تلفزة جوهرة تيفي بطبيعة الحال. نحب نسأل مؤسسة سيدة الأرض، لو كان نعطي فكرة عليها للسادة المستمعين والمشاهدين دكتور كمال الحسيني. مؤسسة سيد الأرض ولدت منذ 16 عاما لكي تعكس صورة حضارية نضالية عن هذا الشعب الفلسطيني، وأيضا هي مؤسسة ثقافية استطاعت أن تعمل على 150 مبادرة فروحها في القدس الفرع الرئيسي، ومن ثم تونس التي نحب وتونس التي ننتمي إليها وتونس الأحرار وتونس قبلة كل الفلسطينيين الذين يشعرون عندما يدخلون تونس بأمن وأمان ويتركون تماما بأن هذا الشعب العظيم الذي ينتمي إلى هذه القضية وينتمي إلى القدس. نعم. ومن ثم الآن يعني كنا في إعداد المؤتمر 16 لسيد الأرض هنا في فلسطين، ولكن الآن نحن انتقلنا إلى خندق المقاومة، والمقاومة مشروع في كل الاتجاهات، في الكلمة وفي الفن وفي الثقافة، والثقافة أيضا مقاومة. نعم، المقاومة من القدس كيف تتحرك الآن، والصورة التي ننقلها مباشرة من فلسطين ومن القدس تحديدا بصوت الدكتور كمال الحسيني الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض؟ أولا طبعا ما تتعرض إليه الآن فلسطين إلى أبشع جرائم حرب إذا جاز التعبير. الآن الوضع يبدو لي في حزن شديد، نحن في طبعا نبتعد عن غزة بما يعادل 50 كيلو، يعني نرى ونسمع كل شيء، وأيضا هنا التوتر السائد والخوف في عيون جنود الاحتلال والمستوطنين في حالة رعب، ولكن هذه الأيام تمر في ضحاض كبير جدا. أرجو وبكل وضوح أن لا نبقى وحدنا، القصة نحن هنا باقون وهنا صامدون، وهنا كما بقول دوما إما تحت الأرض وإما فوق الأرض، نحن هذا العنوان الرئيسي في كل صباح ومساء. الآن الجنون الإسرائيلي يصل إلى حد الكفر، وما يحصل الآن من هجوم على قطاع غزة شيء يعني اللسان يعجز فيه عن التعبير يا أخي العزيز. هذه حالة جنون وحالة سقوط، وأنا أدرك تماما بأن هذه ردات الفعل
هي ليست مجرد ردات فعل، وإنما هي في حالة عراقية، لأن عندما يصل أي فينا إلى خطوات لا يستطيع أن يعمل فيها شيئا فيذهب إلى هذا الجنون. فما الآن في الشارع الفلسطيني نحن جميعا طبعا في حالة استنفار وفي حالة وقفة، وبكل وضوح نحن الإعلام المحتل، الإعلام المحتل، الإعلام الصهيوني هل يعترف بالهزيمة وبعدد القتلى من جنوده وأيضا الرهائن الآن اللي هما عند المقاومة الفلسطينية؟ طبعا هو تعرض هذا الاحتلال الإسرائيلي لم يتعرض منذ 75 عاما إلى هذه، إذا جاز التعبير، إلى هذا السقوط المدوي وإلى كسر شوكته هنا في فلسطين. ما حصل من المقاومة الفلسطينية هو إسقاط لهذا الاحتلال وإسقاط لهذه الصورة العنصرية ولهذه الأسطورة التي كانوا يتغنون بها بأنهم من أقوى جيوش العالم. هم الآن أمام هذه العقلية والذاكرة ستكون كما شاهد كل العالم كيف كانوا عبارة عن يعني سقوط كأوراق التوت. فلذلك طبعا هذا السقوط المدوي الآن في حالة جنون، هم في حالة جنون كبيرة جدا. الوضع في فلسطين، أنا أتكلم عن الهواء مباشرة، خطير جدا الوضع في فلسطين. كل فلسطيني الآن مستهدف، والوضع في حالة يعني إذا جاز التعبير إلى بأن اليومين القادمين يعني لا نستطيع إلا أن نقول يعني ربنا يكون مع الجميع. هنا الجميع معرض طبعا، الوضع استثنائي على مستوى الأرقام. الإعلام الاحتلال والإعلام الصهيوني أعطى أرقام، اعترف بعدد القتلى في صفوفه وفي صفوف أيضا وعدد الرهائن الآن اللي عند المقاومة. نعم أعطى أرقام. الآن الإعلام الإسرائيلي يعطي بأن هناك أكثر من 1000 قتيل وأكثر من 2600 جريح، وطبعا هناك لما يعادل 140 أسير في المقاومة الفلسطينية. ولكن الآن على الأرض الواقع خطير جدا. نعم. الآن هذه الغارات لم تتوقف دقيقة واحدة على قطاع غزة الحديد. في كل حي وكل بيت هناك حالة، ليس هناك كما كانوا يقولون دوما بنك أهداف، وإنما الآن بشكل عشوائي من الواضح بأن هذا الاحتلال يذهب إلى جريمة حرب. والسؤال الذي يطرح نفسه، أين هذا العالم الحر؟ وبالأمس كان هناك يعني بيان صحفي من معظم دول العالم تؤيد هذا العدوان. فلذلك يا أخي العزيز أيها الحاكم، هذه صرخة مدوية من القدس الشريف إلى كل أحرار العالم. يعني أرجو أن يكون هناك وقفة لأن هذه اللحظة في كل سفرات العالم، في كل الشعوب الحرة، فلتكن تونس تطبق هذه الصرخة وهذه المبادرة، أن تكون هناك مظاهرات في كل الأحياء وفي كل المناطق لكي تصرخ نحن مع فلسطين. وليس فقط نحن مع فلسطين، نحن يعني مع هذا الجانب الإنساني، يعني الكي بمكيلين ما حصل في أوكرانيا والدعم الكبير جدا من أمريكا ومن دول الغرب بالأسلحة وبالعتاد. والآن نحن إذا قتل عندهم شخص ويجب أن يكون أصبحنا نحن إرهابيين، نحن في حق مشروع من حقنا أن نقاوم إلى آخر قطرة دم لكي نطرد هذا الاحتلال، وهذا حق مشروع وحق شرعي تكفله المواثيق الدولية والإنسانية الحالة النظرية. نعم معك الآن، معك دكتور كمال الحسيني، معك الكرونيكور المحلل السياسي لحصتنا الأستاذ خليفة بن سالم. صباح الورد دكتور، حياكم الله، صباحك فلسطيني بامتياز. يا والله
أنا حاب نسأل مبدئيا حول التفاعل الفلسطيني الداخل على مستوى حيفا، على مستوى تل الربيع، على مستوى القيادات السياسية الفلسطينية في الداخل اللي هي متواجدة حتى في الكنيسة الفلسطينية، كيف يتفاعلون مع هذه الأحداث، وهل بإمكانهم التأثير على القيادات الصهيونية هناك في هذا الوضع؟ أولا أنت ذهبت إلى نقطة مهمة جدا، على أخوتنا في الداخل الفلسطيني، على 2 مليون فلسطيني باقون هناك في سيد الأرض، في الجليل وحيفا وعكا ويافا والمثلثين والنقب الصامد. نعم هناك حالة نضالية وحراك نضالي كبير جدا. طبعا فليكن واضح الآن، ليس هناك أي تأثير على الجانب الإسرائيلي، هناك حالة جنون، حالة جنون وحالة دفاع عن، لأنه في السابق كان يسقط الجانب السياسي وتتغير الحكومة هنا أو هناك، ولكن الآن السقوط المدوي للجانب الأمني والعسكري والسياسي، فهم في حالة زلزال، هم نعم في حالة زلزال. فلذلك إخوتنا في الداخل الفلسطيني دائما لهم صولات وجولات، وأعتقد أن هناك وقفات كبيرة جدا على كل المفارق هناك في الجليل والمثلث والنقب، طبعا تضامنا وضد هذه الحرب الهامشية على غزة، فدائما حضورهم قوي جدا، ولكن التأثير السياسي ليس لهم أي تأثير الآن. أنت تتكلم الآن، تحركنا يعني بالأمس، هناك حواجز أمنية لم تشهد لها المنطقة خلال كل السنوات على الإطلاق، يعني ما حصل من حروب وما حصل من تصعيد هنا أو هناك، لم تكون المنطقة بهذه الحالة الأمنية، هناك عدم تحرك نهائيا. نحن الآن كأننا في منع تجول، الشوارع فاضية هاوية، الحالة المكسية على الجميع في حالة انتظار وفي حالة حدوث أحداث كبيرة جدا. ما تتعرض إليه الآن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ما لم يتعرض له من قبل. نعم مررنا في أزمات كثيرة جدا، ولكن هذه الأزمة الآن وهذه الحرب الضروس، الحرب فيها كل الجنون وفيها عدم إنسانية وفيها غطرسة، وفيها يا أخي العزيز التصريحات الآن تتحدث بأن الشعب الفلسطيني هو يعني ليس حالة إنسانية، هم الآن يتعدي يعني كما يتحدثون على حيوانات بشرية يتكلمون، ممتاز. فلذلك الآن هي مرة أخرى، نحن هنا يا أخي باقون، نحن سنكون مناضلين حتى الرمق الأخير. أستاذ رسالتكم إلى جامعة الدول العربية، في النهاية هناك كيان اسمه جامعة الدول العربية، رسالتكم كفلسطينيين، ماذا تطلبون من هؤلاء؟ كيف لهم أن يتصرفوا وتفاعلوا للحد من الجرائم الإسرائيلية؟ أخي العزيز، نحن نطلب من كل الأحرار، أنت تعلم جيدا الأنظمة وتعلم جيدا ما يكون هناك في الأروقة وفي الحديث وفي كنترول الحديث إلى آخره. الآن كما تقول هذه الحكمة وتذكروها جيدا، السكوت أمام الحق كفر، السكوت أمام الحق كفر. نحن أصحاب حق، نحن أصحاب حق بكل وضوح، ونحن الآن يعني في حالة حرب كاملة على هذا الشعب الفلسطيني. الرسالة واضحة إلى شعوب الوطن العربي أولا، إلى أخوتنا، إلى شقائنا، إلى الدورة الدموية الواحدة، إلى اللغة الضاد، هؤلاء الذين كما نقول دوما نحن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالسهر والحمى. على الأقل إن لم تستطيعوا أن تكونوا بيننا، كونوا في كلمة واضحة أمام المجتمع الغربي. هناك التأثير، يعني تونس على في حالة جغرافية وفي حالة تاريخية وفي حالة يعني كبيرة جدا، فلذلك يجب أن يكون هناك وقفات من 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 الجميع الآن، وقفات ترخى مدوية. هذا الشعب الآن يتعرض إلى حالة إبادة، هذا الشعب الفلسطيني الآن في حالة لا يعلم فيها إلا الله، والله الكلمات الآن لا تستطيع أن تعبر ما يمر فيه الشعب الفلسطيني عامة في غزة والقدس ورام الله وجنين ونابلس وكل المدن الفلسطينية. نحن الآن على فوهة بركان،
يعني ما يتحدث فيه الإعلام الإسرائيلي لا تراجع عن 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 خطواته، يعني يريد أن يزيل غزة على بكرة أبيها. فلذلك ماذا يعني ماذا نكون واقفون نتحدث مع بعضنا البعض؟ لا، يجب أن يكون هناك خطوات عملية على الأرض. نعم. في 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 المغرب العربي عامة وفي كل الوطن العربي. الشعب. نعم. الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من هذه الشعوب، وما نحن وبقول دوما هي القدس، هي الأقصى، والقدس ليست لنا وحدنا، هي لكم أيها الأحرار، هي لكم أيضا، أنتم جزء لا يتجزأ منها. وبشكل خاص المغرب العربي، هذا باب المغارب يشهد على ذلك، والحي المغاربي يشهد على ذلك. فلذلك أين أنتم منا؟ أنا طبعا لا أتحدث ولا أزاود، أنا أدرك تماما قيمة الحالة النضالية في تونس والمغرب العربي عامة. فلذلك أرجو أن يكون هناك فرخة، نعم، مدوية، ليس مجرد لقاء صحفي عابر، وليست مجرد كلمات على هذا الأثير وعلى هذه الفضائية، وإنما هي صرخة تأتي من هنا من القدس، من أولى القمتين ومن ثلاث الحرمين الشريفين. يجب أن يكون كل شخص فيها أن يؤثر بطريقته. الحالة النضالية حالة مفتوحة، يعني إن لم تستطيع ولو بكلمة، وذلك أضعف الإيمان. دكتور كمال الحسيني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض القدس، شكرا على كل هذه المعطيات، وإن شاء الله بالنصر، وإن شاء الله تمر هذه الكارثة المتسبب فيها هذا الاحتلال الصهيوني على أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا في فلسطين. وهذه مسؤولية النظام الرسمي العربي الآن. نعم. فاصل قصير وراجعين، ابقوا معنا. جوهرة ببليسيتي. عسلامة ومرحبا بكم في هاي سبيد. اليوم نحكي قوة، والقوة بالحق هي قوة الانترنت متاع أورانج اللي تسهل لك حياتك. الداونلود والأبلود تصدم على كل ما هو فيشي وإلى دوسيي فوليمينو عليك بالانترنت تري او ديبي. L'internet très haut débit ta Orange, fibre ou VDSL. Connexion tous jusqu'à 100 mégas ou en illimité. Ouzid bel wifi performant et wassel la connexion le dar el kol. Hada el kol ibtida'an min 46 dinar ou 500 fi chahr ou bfatoura wahda. Orange, قوت internet. Jawhara FM. Publicité. Bahwar.